إلى أسعار المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل، ليصل إلى 2845 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد شهدت أسعار الذهب استقرارا، وذلك بعدما تراجع أمس متأثرا برفع سعر الفائدة وكذلك تعاملات البورصة المصرية العالمية وقد سجل الذهب عيار 18 نحو 891 جنيا، عيار 21 1040 جنيا، عيار 24 1188 جنيا. أما الجنيه الذهب فقد سجل أمس 8370 جنيا. وفي أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط لتتحرك نحو تغير طفيف، وذلك خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي والذي يلحق الضرر بالطلب. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 0.1% لتسجل 111 دولارا و94 سنتا للأوقية. أما خام غرب تكساس الوسيط فقد انخفض بنسبة 0.5% ليسجل 111 دولارا و65 سنتا للبرميل. أما سعر المازوت فقد ارتفعت أسعاره عالميا بنسبة 0.15% ليصل إلى 3 دولارات و66 سنتا للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.6% لتسجل 8 دولارات و15 سنتا لكل مليون وحدة حرارية.